اختتمت بطولة فلايت فايترز 2017 للطيران الحر الداخلي بتنظيم من جرافيتي اندر سكاي دايفينج، والتي تقام بنفق جرافيتي الهوائي الزجاجي. وقد حصدت الفرق البحرينية المشاركة على الميدالية الذهبية على فئتها ونالت عددا من المراكز المتقدمة. في يومها الأخير، بطولة فلايت فايترز شهدت الجولات النهائية لعشرات القافزين والقافزات من مختلف الدول العربية والعالمية. تلاقوا هنا في هذا المكان الذي يعد معلما وطنيا، كيف لا، وهذا النفق الزجاجي يعد الأطول في الشرق الأوسط، وفيه انتزعت الأفرقة البحرينية المشاركة المراكز الأولى. الحمد لله كانت البطولة من أنجح البطولات، يعني اللي أنا حضرته كان فيه العدد ما شاء الله كبير، وهذه البطولة تعد عداد حق بطولة العالم إن شاء الله. والبطولة كانت يعني ناجحة بكل المقاييس، بالنسبة حق الحضور، بالنسبة حق المشاركين، مستوى الفرق المشاركة مستوى عالمية. والحمد لله فريق البحريني حقق ميدالية ذهبية، والمركز الأول، المركز الرابع بالنسبة حق الفريق الثاني. ذهبية تزين بها ممثل المملكة في هذه البطولة، وبكل جدارة استحقوها وسط أكثر من 60 مشاركا محترفا. بالنسبة لي أنا ولفريقنا شاركنا فريقين، فريق بحرين رقم 1 وبحرين رقم 2. بالنسبة لنا احنا تعتبر المشاركة الأولى في هالمرحلة اللي كنا فيها الدبل إيه، لأن في السابق شاركنا في بطولة لندن الدولية، بطولة البحرين اللي استضافتها الخليجية والعربية، شاركنا في مرحلة المبتدئين روكي، والحمد لله حققنا الذهبية. طبعا بطولة عالم بشكل يعني مثل ما تعرف جميع الفرق العالمية بالتواجد، لكن بإذن الله رب العالمين ربعنا فيهم الخير والبركة بالاجتهاد والتمرين والمتابعة، إن شاء الله نحقق المرجو منا إن شاء الله. جرافيتي، هذه المؤسسة التي تستعد لاستضافة بطولة العالم القادمة، أدارت هذه المنافسة بتنظيم تميز بالاحترافية والجودة. البطولة اليوم كانت عبارة عن تجهيز للفرق البحرينية والفرق اللي من برا جايين عشان يشاركون ويانا، نجهزهم حق بطولة العالم للطيران الحر الداخلي اللي هي بتكون في أكتوبر 2018. الحمد لله التنظيم كان يعني مستوى وايد عالي، نظمنا البطولة بشكل منسق، وكان عندنا يعني أفضل الفرق من كل أنحاء العالم مشاركين ويانا، وإحنا وايد فخورين بهاي الشيء. رياضة فريدة استفردت بها المملكة على المستوى الإقليمي، ليس في جانب التنظيم فحسب، بل حتى في جانب الإنجازات فيها. بطولة رفرفت وحطت رحالها في أرض المملكة، جاءت لتؤكد على المستوى الفني والتنظيمي وعلى مستوى المشاركين لبطولة العالم القادمة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.